صباحك سعيد سيد بوشحيط. صباح الخير أختي الكريمة، لكم جميعا ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. إذا سيد بوشحيط، حديثنا اليوم مع بداية هذا الأسبوع، كما نعرف كل يوم أحد هناك زحمة مرورية صباحية خاصة على مستوى الجزائر العاصمة. إذا ما هي ربما وضعية الطرقات لنهار اليوم وأهم المحاور؟ نعم بالفعل، فيما يخص حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني لنهار اليوم، أطمئن جميع المواطنين بأن جل الطرق الوطنية مفتوحة أمام حركة السير، عدا بعض المقاطع التي تشهد بعض الكثافة المرورية أو تشهد بعض الاضطرابات في السير بسبب الكثافة السيولة المرورية أو بسبب بعض الأشغال. بالنسبة للجزائر العاصمة، لدينا دائما الطريق السريع الجنوبي اللي يربط بين بلديتي زيرالدا وبن عكنون باتجاه الدار البيضاء، يشهد كثافة مرورية كبيرة منذ صبيحة هذا اليوم، منذ حوالي 6:30 صباحا ما زالت كثافة السيولة المرورية مستمرة. كذلك الطريق الوطني رقم 5 بالضبط أو بالتحديد ببلدية الحميد، كذلك به بعض المقاطع تشهد كثافة سيولة أو كثافة مرورية كبيرة. كذلك الطريق هذا الطريق الممتد بين بلديتي الرغاية، الطريق الوطني رقم 61 بين بلديتي الرغاية باتجاه الدار البيضاء بالضبط بمنطقة حوش أرويبة، كذلك به اضطرابات في السير بسبب كثافة السيولة المرورية. هنا ننصح يعني مستعملي الطريق بضرورة تجنب هذه المقاطع وسلك طرقات أخرى من أجل يعني وصول إلى مكاتب عملهم في أقرب وقت ممكن، أو ضرورة يعني وضع برنامج معين أو الخروج في الصباح الباكر لتفادي كثافة السيولة المرورية. بالنسبة للطرقات الأخرى مثلا كالطرقات التي كانت مغلقة بفعل تراكم الثلوج، كالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالتحديد بمنطقة كجدة، كذلك الطريق الوطني رقم 15، هذه الطرق أصبحت مفتوحة للسير أو مفتوحة أمام حركة المركبات بفضل مجهودات الدرك الوطني ومفارز الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأشغال العمومية، حيث تم هذه الطرق أكيد. والآن هي في متناول الجميع. أكيد نتعرف أيضا سيد بوشحيط على آخر حصيلة لحوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة، خاصة ما تعلق بحادث المرور الذي وقع بين ولايتي تيميمون وأدرار. نعم، بالنسبة لحصيلة حوادث المرور المسجلة خلال 48 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 20 حادث بإقليم اختصاص الدرك الوطني، خلفت هذه الحوادث للأسف وفاة 12 34 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. أغلب هذه الحوادث المسجلة تم تسجيلها بالطريق سيارة الشرق غرب على غرار مثلا مقطع البوليدة والمقطع الأسود ببلدية 14 بولاية بومرداس، كذلك تم تسجيل ببعض الطرق الوطنية كالطريق الوطني رقم 3 حادث مرور مميت بولاية المغير، والطريق الوطني رقم 28 بولاية الصيف كذلك تم تسجيل حادث مرور مميت. ماذا عن حصيلة الوفيات سيد بوشحيط؟ نعم، حصيلة الوفيات لحد الساعة. بالنسبة لحصيلة الوفيات كما قلت، تم تسجيل 12 شخص خلال 48 ساعة الأخيرة. أما بالنسبة لحادث مرور أدرار التي سجل خلال هذه الليلة لحافلة نقل المسافرين التي تعمل على خط أدرار ولاية وهران، فقد تم تسجيل يعني 18 جريح نتيجة انقلاب هذه الحافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 52 ألف بالرابط بين ولايتي تيميمون ومنطقة شروين بولاية أدرار. والأكيد هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذت من أجل تقليل من حوادث المرور، لا سيما إجراء والي ولاية تيبازا الذي اتخذ من أجل منع حركة الدراجات النارية. ما هي الإضافة التي ربما يأتي بها هذا الإجراء؟
هنا شفنا مثيل هذا الإجراء على مستوى عنابة في موسم الاصطياف الماضي. بالفعل نعم، أصدرت السلطة الإدارية لولاية تيبازا خلال عطلة نهاية الأسبوع ممثلة في والي الولاية قرار يهدف إلى محاربة السلوكيات السلبية المرتكبة من طرف مستعملي الدراجات النارية. هذا القرار جاء بعد تقارير بطبيعة الحال المرفوعة إلى الجهات الوصية من طرف والوحدات القاعدية للترك الوطني عن ماذا؟ عن تورط هذه الفئة في عدة حوادث مرورية خطيرة. هذه الفئة تورطت كثيرا في عدة حوادث مرورية خطيرة نجم عنها خسائر بشرية على غرار الحادث المروري المميت التي أدى بوفاة دراجين ناريين بالطريق السريع الرابط بين بلديتي زيرالدا أو بوسماعيل وشرشال مؤخرا. إذن شمل هذا القرار عدة نقاط، منها محاربة المناورات الخطيرة على مستوى شبكة الطرقات العابرة لولاية تيبازا والمرتكبة من طرف أصحاب هذه الدراجات النارية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل أشكال الإزعاج ومحاولة المساس بالسكينة العمومية كالضجيج مثلا، كما ستطبق عقوبات جد صارمة ضد كل سائق لم يستعمل وسائل الحماية. ما هي هذه وسائل الحماية مثلا؟ الخوذة أكيد، كالخوذة مثلا. نعم وهذه وسيلة من وسائل الحماية، وكل مخالف لهذه الإجراءات بطبيعة الحال سيتم وضع مركبته أو دراجته بالمحشر، دون أن ننسى اتخاذ الإجراءات الإدارية كتحرير المحاضر وإرسالها إلى الجهات القضائية طبقا لقرار ولي الولاية. الوحدات الترك الوطني قبل تطبيق هذا القرار إذن ستشرع ابتداء من هذا اليوم أو من صبيحة هذا اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 بالقيام بحملة تحسيسية محلية لشرح محتوى هذا القرار لأصحاب الدراجات النارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم. وعليه هنا نغتنم الفرصة باش ننصح أصحاب هذه الدراجات النارية ونقول لهم بضرورة اتباع قواعد السياقة السليمة وكذلك الامتثال أكثر لقانون المرور، وهذا حماية لنفسك أولا. وإحنا نضم صوتنا لصوت قيادة الدرك الوطني، وأيضا يعني نثمن كل هذه الإجراءات التي تسعى إلى الحفاظ على سلامة وأمن الطرقات. شكرا جزيلا الشكر لك سيد رائد بوشحيط، كنت ضيفنا اليوم على المباشر وعبر الهاتف. شكرا لك. شكرا لك.